الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أئمة الفقهاء والمحدثين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط وهو الجائر. وبالسند المتصل منه إلى أمير المؤمنين في الحديث الشيخ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقالهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط والعادل، وأما القاسط وهو الجاهل. بالسند المتصل منا إلى إمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز علماء کرام اور میرے تمام باہر سے آنے والے علماء کرام، مہمان حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس دینی مجلس کے موقع پر تمام آنے والے جامع عربیہ شطر قرآن کی دعوت پر امکان جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، آمین. آج کا یہ جو پروگرام ہے وہ تکبیر ختم بخاری کے سلسلے میں جامع عربیہ شطر قرآن کا یہ اختتامی سال ہے اور اس کی یہ تقریب ہے. اس وقت تمام پاکستان میں دینی اداروں کی اختتامی تقریبات ہو رہی ہیں،